يا هلا مليون ومرحب والصدى يعزف ثيرا مبتدأنا بذكر ربي لا بدا مطلع معادي عند أرباب المكارم والمضامن الكثيرة محفله الطيب كله صيتهم طاف الجزيرة هذه النسخة يا هلا مليون ومرحب والصدى يعزف أثيرا مبتدأنا بذكر ربي لا بدا مطلع معاد عند أرباب المكارم والمضامين الكثيرة محفل أهل الطيب كله صيتهم طاف الجزيرة عند أبو سلطاني اللي تفتخر به أغلى ديرة خالد بن فيصل وقدره صاحب العزم القياد من هل الطولاتي بقى يرتقي شغل عشيرة شامخ بالعز دايم يشهد بس له قبل مباخر ينضم الجزلة غدير في أبو سلطان يزهى ويطف روح بالبواد خالد بن فيصل وهو شيخنا حكمه بصيره له أساطير المراجل راعي الفكر السياد العريس سلطان أقبل مثل الأقمار المنيرة في حضور نحتفي به راعي الطبع الريادي عزنا وماس البسالة في سجايا الوفيرة والأدب تاج المعاني والكرم يمينه من كرام الدوم جده ينذكر في أبهى سيرة كل عنزي بالعوالي صيته بعز وعتاق والعمامة للشجاعة بالعسيرة واليسيرة والخوالف كل حاضر ما يهابون الشداد عن سيوفه في البرايا مثل من غنى المطيرة هم عزوته في المواقف يفزع صوت المنادي الوفا والجود شاهد في المواقف الكبيرة والشهامة والرجالة يشهد مراعي الجمايل كل ربعه والأعاد هذا عبد الله فعوله ما بها شكل وحيرة طاب صيته في المداين والفلا وكل واد تنشد عبد العزيز اللي نذر به عبيرة عنبوه والتكاهل الملاعون وسنادر نايف اللي طيب قلبه في الغرا يختال طيرة والترف فوق التواب ما طرى طار العنادي مننا طيب المواعد يوم الفرحة العروسة هذه النسخة للاستماع فقط يمنع استخدامها الحقوق محفوظة وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-48-021